كابتشينو ايطالي. كابتشينو عادي. صح. ايش اسمه هذا؟ في ميكس كافي. Excuse me, where my house? Where's my house? محمد اللي فاز. خلص. ايش هذا؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا فيكم بقناتكم تحديات السفاحين، ورجعنا لكم اليوم بفيديو جديد وتحدي جديد إن شاء الله يعجبكم. التحدي تبع اليوم راح يكون تحدي تخمين المشروبات الساخنة. راح يكون معنا علي، راح يخلط لنا مشاريب أو راح يقدم لنا مشروب واحد، الاثنين راح يكون نفس الاشي، مشروبات ساخنة طبعا، وإحنا لازم نخمن ونحكي اسم المشروب خلال نص دقيقة. وإذا كنتوا أول مرة بتشاهدونا لا تنسوا تعملونا لايك شير سبسكرايب، ولا تنسوا حمل التوصيل السفاحين للألف مشترك، مش ضايل كثير لنا، وتابعوا معنا الفيديو. يلا يلا، وهيك رجعنا لكم في الجولة الأولى. ايش يا علي بدك تقدم لنا الحين؟ يلا خلينا نجهز دخول هذول. ما هذا يا علي، والله شكلك مبدع، مشروب جديد هذا. ايش كم مشروب في نوعين هذول؟ احسب يلا، اول ما تشرب بدك تبدا تحسب دقيقه. حليب وشاي لاتيه بالزنجبيل. دقيقه لسه ما حسبتش. من دون ما تحسب مبين ريحه الزنجبيل دخلت. حليب وزنجبيل. غلط. زنجبيل وجوز. صح. بس في حليب. لا. زنجبيل وجوز. زنجبيل وزوز. جوز. هيك بكون أنا معي نقطة. صح. هو هذا الشاي لاتيه بالجوز والزنجبيل. الله يكبر عليك. ما فيش طعم حليب لأنه أنا دقت. ما لاحظتش. الزنجبيل ريحتها عالية. كمية الزنجبيل. انت فكرت من الحليب لما شفت ايش؟ فكرت هذه رغوة حليب صح؟ لا انا رغم انه ريحة زنجبيل، فقول الزنجبيل غطى على الحليب. ممكن، بس انا لحالي عرفت انه جوز وزنجبيل. بس فيش ريحة جوز عند الارشام. ما هو الزنجبيل كتل الدنيا كلها، اقوى لانه. ورجعنا لكم بالجولة الثانية، وايش يا علي بدك تقدم لنا الحين؟ كم مشروب؟ ثلاثة. ثلاث مشاريب؟ في كل كاسة. يا وردي. طبعا حيكون في عقاب اخر الفيديو للي بخسر، وحيكون معنا 35 ثانية عشان نعرف الثلاث مشاريب. يلا واحد اثنين ثلاثة. ثلاثة بواحد اللي هو كينج كافي، واللي هو أربعة بواحد إيش اسمه؟ ثلاثة بواحد أربعة بواحد. ميكس ثلاثة بواحد، ميكس اثنين بواحد، وش اسمه؟ ثلاثة بواحد اللي هو ايش اسمه هذا؟ في ميكس كافي. Excuse me, where my house? Where's my house? ولا ايش الثاني؟ في نوعين عندنا. في عندك 3 في 1 ميكس. قلنا 3 في 1 ميكس و2 في 1 ميكس. 2 في 1 ميكس. اي انا هذول قلتهم. لا هذول مش الجواب الصح. طيب انا بحكي لك هذول، قلت هذول. وايش كمان؟ وفي كافي. كافي لوكس. كافي لوكس. وفي شو اسمه؟ وفي اللي هو كافي التاني. انا بحكي لك كافي لوكس 3 في 1. خلص الوقت طبعا. طيب اعطوني الجواب النهائي. انا اللي قلته اللي هو الكافي ميكس 3 في 1،
ميكس 2-1 كافي لوكس 3-1 عندك ميكس 3-1 كابتشينو ميكس 3-1 الاثنين ميكس 2-1 وكابتشينو طب ايش هذول عندك ميكس 3-1 اصفر عندك الثاني اللي هي 3-1 الثاني 3-1 الكينج كافي ولا كينج كافي حكيته قبل حكيته المهم لا بس ذاك والله وفي عندك حليب حليب طبعا معلقه سكر الحليب مش مبين تماما مره هاي والله مش مبين ولذيذ كتير 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 يعني عادي ممكن يعملوا مكون جديد ان حاليا خلص الوقت احنا الاثنين جوابنا غلط كان ثلاث مشاريب الاشي الصعب تميز بينهن كان زي كانهن ميكس عادي ميكس عادي نجح ولا فيهن اي اختلاف اللي خلاه يكون عادي الحليب ضفت عليه حليب ما لو حط مي كان بين ها فهيك احنا الاثنين بناخذ 0 نقطة يعني ما حدش باخذ اي اشي وطبعا الجوله السابقه كان انا اخذت نقطه ومحمد عنده 0 نكمل التحدي طبعا الحين معنا الجوله رقم 3 ايش يا علي بدك تقدم لنا فيها هذا لك هذا لبشر طبعا هذا مشروب وهذا مشروب مشروب واحد طيب يلا. انت بدك تخمن وتعرف ايش هو انا حافظهم ثلاثة مشروب واحد مشروب واحد طبعا مش معمول حيكون في حليب لانه حليب بنعد مشروب لا لا ما فيش أيوة. عارف واحد اثنين ثلاثة كابتشينو ايطالي كابتشينو عادي صح مين انت وياه هو كابتشينو عادي وانت كابتشينو ايطالي اوه اضحك محمد اضحك 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 عبد الله اضحك 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 مغير النظام بس دوق دوق اللي عندك كيف كابتشينو عادي عادي يعني مبين عادي طبعا الكابتشينو اللي طالع انا ما حطيتش الوجه عشان ما حدش يعرف بس هذا الطعم اسكى من هذا بيختلف تماما وخلصنا قبل طبعا قبل بالوقت باكتر من 5 ثواني كملوا كم بيعرف عارف يعني هيك انت نقطتين وانا نقطة وكانت لعبة حلوة منك يا علي لعبت فينا اقسم بالله مستلفة مع انه احنا انت حكيت لنا نقدم لكم انتوا الاثنين نفس المشروب بس انت هيك لعبت فينا يعني أنا حكيت كل واحد مشروب بختلف لا انت قلتش مختلف عادي فيش مشاكل ايه كل واحد مشروب قلت كل الكوبايتين مشروب واحد فيهن لا انا حكيت كل واحد مشروب وانت طبعا زي ما انتم شفتوا انا لما شفته حكالي صح فكرت حكى لمحمد قلت انا غلط طب انا ايش بدوق انا الكابتشينو العادي مستحيل بميزه طبيعي يعني فطلع انه عامل مشروب هان بختلف عن مشروب هان يعني التحدي صار كالتالي في مشاريب بتختلف عن بعض في مشاريب يا محمد بتختلط تمام ثلاث انواع نوعين بس انت عندك هنا المشروب يعني اللي عندك واللي عندي نفس الاسم كابتشينو بس انت كابتشينو ايطالي وانا كابتشينو العادي هذا يعني اكيد لو انا قلت كابتشينو عادي غلط راح يكون طبعا هيك بتكون خلصت الجوله الثالثه وزي ما انتم شفتوا كل واحد جاوب صح وبننتقل يا محمد للجوله الرابعه وهيك رجعنا لكم بالجولة الرابعة ونشوف علي ايش بده يقدم لنا سوي لك وهذا لبشر ايش كم مشروب هدول كل واحدة فيه مشروبين نفس الاشي ولا بيختلفوا بيختلفين انت هيك بدأت تلعب في التقيل مبحوط طيب يلا واحد اثنين ورديكم التايمر طبعا 35 ثانية بس هاي بدأت وش هذا؟ بدك تعرف هذا تحدي انا واحد من الناس بحبش القهوه
علي الطلاق كذاب. هذه قهوة اسبريسو مع حليب. صح. قهوة تركية مع قهوة اسبريسو. غلط. قهوة تركية مع قهوة اسبريسو. غلط. طب قهوة تركية مع اثنين بواحد. خلص. محمد اللي فاز. خلص. ايش هذا؟ قهوة اسبريسو. أه؟ حليب بس خفيف. هذه كلها. بس انت خفيف. خليه شغال. عامل ازاي؟ ايش عامل لك قهوة؟ ما انتياش انت. انت لك تعرف. انت بدك تميز. هادي انت مكتر حليب ها؟ انا بلمدة. هلا انت عامل لك الحين افهمك وش يا متابعين. الحين هادي قهوة اسبريسو حط عليها شوية حليب. تنعمل ايش؟ وهذه قهوة اسبريسو مع حليب، يعني نص حليب ونص اسبريسو. الله اكبر عليك! ايه الحلاوة دي؟ ايه الحلاوة دي؟ انت اللي ايه؟ انت اللي ايه؟ اللهم صلي على حضرة النبي. انت جبت المعلومات دي منين؟ انا لما شفت المرار قلت قهوة تركية مع اسبريسو، وانا دقتها ما انا بحبش القهوة، يعني انا مش من عشاق القهوة، انا في حياتي كلها ما شربتهاش مرتين ثلاثة بعض القهوة يعني. بس هيك النقطة اللي صارت صرنا 2-2 وتعادل. الحين معنا الجولة رقم 5 ويلا يا علي ايش عملت لنا مشاريب نشوف. في كل واحد 3 مشاريب. كل واحد 3 مشاريب؟ هن بيشبهن بعض يعني. طب ليش؟ ثواني اشوف. بيشبهن بعض بس انت عارف. 5 يلا. 1-2-3. حليب. حليب شاي لاتيه ميكس 2-1. غلط. حليب كافي لوكس. كافي لوكس. حليب وكافي لوكس 3-1 وكافي لوكس 4-1. لوكس 4-1. عندك كلمة طيبة قولها، ما عندكش تغرس خالص. جاتك البلا في شكلك. مش تفسر انت بتقول لي ايه؟ وانت احكي كمل عشان ما يروحش الوقت. 3-1 وعندك ميكس 2-1. غلط. انا غلط. انت صح. لم تضبط معنا. عارف يعني كافي لوكس 4-1. كافي لوكس 3-1 وحليب. في ريحة قهوة زي بندق. لا بندق هي هو. هو بالبندق. كافي لوكس 4-1. وبعدين ريحة جاي مع شاي وجاي الريحة مع شاي لاتيه. ولا عمر ريحة شاي لاتيه جاي. طعم بندق ريحة قهوة. صح. اقسم بالله طعم بندق ريحة قهوة. خلصنا الجولة رقم 5 والنقطة كانت لبشار والنتيجة بشار كم؟ 3-2. 3-2. هيك رجعنا لكم بالجولة السادسة ومحتمل تكون الأخيرة يا بشار. إذا أنت فزت اذا حتكون الاخيره، اذا انا فزت حنصير تعادل وحنضطر نعمل ايش جوله اضافيه. وايش يعني بدك تقدم لنا في الجوله هذه؟ شوف هني مشروبين. هل نفس الاشي؟ احنا الاثنين نفس الاشي. بس يعني مكونات مشروبين. دوب واحد واصفر. شغل التايم بدك تشرب. 1-2-3. شاي لاتيه ميكس 2-1. حليب وشاي لاتيه. صح. تعادل واللي حتكون الحين الجوله النهائيه. اذا انتبه معنا نشوف مين يفوز. 3 بشار 3 انا. معنا الجولة الأخيرة، الجولة الحاسمة. طبعا زي ما انتو شفتوا احنا تعادلنا النقاط 3 مع محمد و 3 نقاط معي، وهذه الجولة هي الحاسمة راح تكون. وش يا علي بدك تقدمنا في الجولة السابعة؟ كم مشروب؟ 3. 2-3 مشاريب.
واحد اثنين ثلاث. ميكس اثنين بواحد حليب قهوة تركية. قهوة تركية ميكس. ميكس اثنين في واحد ومية. المية اكيد اساسا. حكيت قهوة تركية ميكس اثنين بواحد وحليب. صح. انا قلت بالاول. قلت ميكس. غلط ما حكيتش حليب انت غلط. انت قلت هيمة. هو صح حكا. بس حط مية ها. قهوة تركية. ما كل الاثنين فيهم مية. قهوة تركية ميكس اثنين بواحد وحليب. انا ليش قلت مية مش هذا. طبعا بشر اللي فاز. هيك زي ما انتم شفتوا خلصنا التحدي. راح للحين نحضر لكم العقاب. تابعوا معنا. طبعا هذه المشاريب اللي كان علي بيخلط منها. طبعا زي ما انتم شفتوا التحدي كان مختلف. كله خلط وتخمين. كان اصلا التحدي بمثابة هو عقاب. وفي مشاريب كانت طعمها غريب. طبعا العقاب راح يكون اللي هو من كل نوع راح نحطهم مع بعض بكاسة. ومحمد يدوب. اعمل نفسك ميت. اعمل نفسك ميت. طبعا هاي زي ما انتم شفتوا المكونات غريبة. امسح ريحة مشكلة. مش عارف ايش هن كلهم فيهن يعني نسبة قهوة. ريحة القهوة عالية. خلص العقاب. كان بالنسبة لي مش عقاب عادي. أكيد إيش بده يطلع يعني. هيك بنكون وصلنا لنهاية الفيديو. بتمنى يعجبكم. لا تنسوا تعملوا لنا لايك شير سبسكرايب. كان معكم محمد وبشار من قناتكم تحديات السفاحين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سلام.